بوصفات سهلة خفيفة اللي تقدروا تجربوها طبعا في منازلكم من خلال الوصفات السهلة ولا حتى ليزاستيوس اللي مدوه لكم لي شيف اللي يكونوا حاضرين معنا طبعا في المطبخ. السبت والحد تكون معكم الشيف نادية تين وثلاثة الشيف بشرى الأربعة كما اليوم، والخميس حتكون معكم شيف أم فارس علي ولا شيف كريمة بوصفاتها اللي تحبوهم بزاف، كذلك وصفات صيفية وصفات اللي تقدروا تجربوها لأنه في هذه الأجواء اللي رانا فيها الصيفية والسخانة اللي رانا فيها فيلزم غير هذه الوصفات اللي دائما نقدموهم لكم من خلال برنامج آلو شيف. دائما موفرين لكم مشاهدينا الكرام الرقم لو ظهر أسفل شاشة هو 023 70 92 94، هذا الرقم الخاص بالبرنامج اللي من خلال تقدروا تواصلوا مع لي شيف اللي يكونوا حاضرين معنا باش تطرحوا تساؤلاتكم واقتراحاتكم. بالنسبه للناس اللي ما تقدرش تتصل بنا نظرا للضغط الكبير اللي راهو على رقم البرنامج، لانه الناس كامل تحاول تتصل في وقت واحد عند بدايه البرنامج، يعني بمجرد بث البرنامج يكون كاين ضغط كبير على الرقم، فخممنا فيكم طبعا ودرنا لكم البث المباشر اللي راهو في الصفحه الرسميه لقناه الشروق تي في على الفيسبوك اللي تكون متقى بها العلامه الزرقاء أو بأشارة الزرقاء. البث المباشر يبدأ بمجرد أنه يكون البرنامج يبث على القناة العامة ولا قناة الشروق العامة، فتقدروا تخلونا تعليقاتكم حنقراوهم على المباشر، اقتراحات تساؤلات وصفات فاتوا أكو حابين تعودوا تسخسوا لي شاف عليهم ولا حتى وصفات أخرى أكو حابين تشوفوها في الأعداد المقبلة. طبعا قبل ما تلتحق بيا شاف كريمة لتقديم وصفتها الرائعة نشكروا طبعا السبونسور تاعنا اللي حاضرين معنا في مطبخ آلو شيف، وطبعا نبداو بمارغارين ماني اللي مرافقتنا والية عدة مواسم ونظرا لجودتها العالية نحضروا بها أطباقنا وحلوياتنا. كذلك كي نقولوا كوزينه نقولوا مطبخ لازمنا مواد التنظيف، وما كاش خير من منتوجات امير كلين مشاهدينا الكرام اللي دائما حاضرين معنا هنا في مطبخ آلو شيف. عندنا بالنسبه لغسيل الاواني، غسيل اليدين، كذلك عندنا تاع المنازل ومواد اخرى تلقاوها متوفره في الاسواق بسعر في متناول الجميع. يلا قبل ما نبداو في وصفاتنا طبعا قبل ما نبداو نقدموا هذه الوصفات الرائعه راني نشوف لي كولور نشوف حوايج تاع الصيف، انا نفرح كي نشوف هكذا حتى شيف كريمه لابسه لي كولور تاع الصيف وراي شاب الله يبارك عليها. فنرحبوا بها كريمه وش راكي لاباس؟ والله الحمد لله هذه غيبه ما تلاقيناش نرحب بجمهورنا الكريم نقول لهم ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه وتتابعونا وانتم بالف خير. جبنا لكم وصفات تاع كما يقولوا العيد على الصيف، خضار كنتوا طلبتوا منا المخلل وحنا ماذا بينا نلبوا جميع طلباتكم برك كما يقولوا شويه بشويه دالب دالب ديروا حاجه اكيد اصلا هذوما اللي وجدتيهم لنا دوكا كريمه تاع كما قلتي تاع الصيف انا نحبهم في الصيف والعيد ما نقدروش العيد بلا على بالنا بلي تكهموا ان شاء الله يعني عيدوا كاع بالصحه والهنا دونك يدخلوا اكيد جبت لكم فوائد المخلل وجبت لكم كذلك حاجه اللي قادر باش كان في دوكاع الناس زعما المخللات اكيد عندهم فائده لكن عندهم شويه ضرر واحد على فئه معينه راح نقولهم باش ما يكثروش برك هكا باش نعموا كاع الفائده ما نقولوش باللي كاع ماشي ملاح فوالا. جبنا لهم اليوم تشكيله تاع المخللات راح نديرها لهم بطريقتين، الطريقة الأولى راح يطيب لكم في يومين إن شاء الله يعني، والطريقة الثانية راح يخلوه من 14-15 يوم، يعني هكا راح نديروا اثنين يعني اثنين نوع من المخلل بطريقتين مختلفتين، دونك الملح الملحي اللي راح يختلف، نعم، وراح ندير معاهم بالمناسبة شاورما بنوسه العيد، وكذلك راح تجينا مع المخلل راح نديروا دي ساندويتش اليوم كاع تاع شاورما اللحم اليوم نديروا شاورما اللحم كيفاش تجينا طرية وبنينة، راح نبداو في التتبيلة تاعها نخلوها دو كوتي، أكيد هما في الدار قد ما يديروا الشاورما تاعهم خاصة إذا شافوا اللحم تاعهم ديفا يجي قاسي هكا قد ما يخلوه يجيهم أحسن يجيهم بنين ويجيهم مليح يجيهم طري. يعني هذه كنصيحة احنا حنستعملوه هنا حنديروا التتبيلة يعني ما تديناش وقت لكن اخترت نوعية شوية طرية لأنه على بالنا ما عندناش وقت، أنتم في الدار سيو قد ما تخلوه ياكل لكم مليح. هنا راح ندير التتبيلة تاعو بعدها نروح للمخلل باش نعطولو وقت ونشرحوه بإذن الله. اني بقى قدامك صغير كيف نلبس الطالون اليوم نلبس الباسكت عيد قولي لي واش نديرنا فوالا. حنجيبوا كميه اللحم تاعنا هنايا اللحم تختاروه من الكوتي اللي تحبوه تدو غنم ولا ديروا ميلونج بين غنم وبقري كذلك يجي هايل. وشنو سيو قطعوا شرائحها كامله يلا تفضلي منا شوف كريمه اكيد شكرا فوالا. انا اللحم تاعنا هنايا اللحم كنت قطعته شرائح
كما راكم تشوفوا باش تجينا الشاورما تاعنا مليحه. اخترت كما قلت تحبوا تدو غنم تزيدوا له شويه بقري على بالنا بلي كاين اللي يعيدوا بالبقري وكاع ويجي مليح. هنا نعطوهم باك لي زاستيس كيفاش يجيهم. هنا درت انايا نحتاج كميه من الشحم كذلك، راح نقول لكم فاش نستعملها من بعد. نجيبوا ان ريسيبيون، هنا على بالنا اللحم بنين بلا والو، يعني عكس كي نديروا شاورما الدجاج ولا، هنا اللحم بلا والو يجينا بنين، لكن حنا ندير له امور باش باك يجينا طري ونزيدوا له البنه تاعو. هذا غنمي يا خي. هنا درت غنمي ودرت شويه تاع البقري شرائح باش يجينا ميلونج يعني. وكذلك فيما يخص وصفه الشاورما نحاولوا ندخلوا البث المباشر، على بالي اليوم حتجيني صعيبه باش نخليها حيت راني بالغيزو تاعي. شويه ناقص الغيزو تاعي هنايا. يلا استقبلوا اول اتصال لنا اليوم ونقولوا الو مساء الخير. الو. الو مساء الخير. واش راكي مليحه لاباس يا احلى اكرام؟ الله يحفظك حبيبتي ربي يخليك ان شاء الله تعيشي. الله يحفظك. مليحه لاباس بخير؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. شكون معنا ومنين حبيبتي؟ أنا أم محمد يونس من تيسنسيلك. أم محمد واش راكي أم محمد؟ والله غير لاباس الحمد لله. كاش سخانة عندكم؟ كاش درجة حرارة مرتفعة؟ فيها شفتي والله غير مام حنا اليوم هاي سخانة تاني. هي راه سخانة بزاف. أو بدا الصيف تاع الصحة. واه. اليوم 21 جوان نورمالمون اليوم دخول موسم الصيف اليوم اليوم. يوما يلا مرحبا بالصيف ومرحبا بوصفاته اللي راكو حين تشوفوها مع الشيف كريم. ولا عندك تساؤلات ولا تفضلي راي معاك؟ كريم اهلا حبيبتي واش راكي لاباس؟ راكي مليحه واش راهم ناسي سمسيلت؟ والله غير لاباس الحمد لله فيك مليحه. والله غير الحمد لله والله غير صافا لاباس وانتم ماكم لاح اجواءكم؟ الحمد لله اول مره نتصل راني شغل على بالي. لا لا كوني اليس قولي لاباس غايه لاباس وانتم كيفاش راكم؟ كاش سخانه في سمسيت كاش غاليه كاينه السخانه راهي باغتو انتو ديكا كاش اجواء تاع العيد كاش توجد؟ شوي شوي رانا معاه ربي ان شاء الله يفرحكم وتعيدوا بالصحة والهنا ان شاء الله. ان شاء الله انتم ثاني يا ربي. الله يسلمك تعيشي. أم محمد اليوم كاين. أم محمد. إن شاء الله، أم محمد اليوم كاين وصفة شاورما مع كريمة. فا وصفة تاع الصيف سهلة خفيفة، تبعيها ولا كاش ما فهمتيش ولا عاودي عيطي لنا إن شاء الله تحكمينا. إن شاء الله. إن شاء الله. حبيت غير نتواصل معك ولا معكم أيها تواصل. يلا انقطع الاتصال معليش أم محمد نقول لك. عاودي الاتصال بنا مرة أخرى في البرنامج. كريمة وينك واصلة في الشاورما تاعك؟ أنا حكمت قطعة تاع الشاورما أنايا، زدت لهم زوج مغارف تاع الخل وعصير تاع نصف ليمونة، إلا ما كاش ديروا صافي واحد ربع مغارف تاع الخل. هنا نوعت برك هنا باش يعطينا طراوة. ودرت لهم زوج ياورت طبيعي، هنايا درت زوج مغارف تاع ياورت طبيعي. هنا المغزى تاعو أنه يطرينا كذلك اللحم هاد لابيغود اللي يقعد فيها. ودرت شرائح تاع البصل لهنا ومن بعد انا نحتاجهم راح نقليهم ومن بعد معاه نقدمهم معاه، لكني درت لهنايا شويه اللي ما يحبش البصل لا البصل تاعهم يبان. انتم كي تقطعوا هنايا البصل ولا كي تسكرفجوا ادوا الماء تاعو برك، دو شويه تاع الماء تاع البصل زيدوه لهنايا، هذا اللي ما يحبش بزاف اللي ما يحبوش البصل كي يجي في الشاورما تاعهم. واش يدير؟ يسكرفجو عكس ما انا مقطعته لهنا، يسكرفجوه. كي يسكرفجوه راح ينزل الماء، ادوا كميه من الماء هذاك زيدوا له للشاورما تاعكم. صافي درت لهنا زوج مغارف تاع ياورت طبيعي، زوج مغارف تاع الخل، درت عصره تاع نصف حبه ليمون قارص تكون متوسطه، درت انا الملح ما تكثروش الملح باسكو الملح ومن بعد ديروا لوبيا خلوه يتقلى قبل الملح راح يقصيه شويه. نعرفوا باللي اللحم في الاول ما تزيدوا نديروش الملح بزاف، هذه بصفه عامه يعني من بعد كي نبداو في طيابه تاع اللحم خلوه كي يطيب زيدوا الكميه تاع الملح اللي تحبوها انتم. درت غير شويه، راح ندير شويه فلفل اسود شويه تاع زنجبيل ولو انه اللحم ما يحتاج لكن يعطي من نوع بنا يعني الشاورما تاعنا. ودرت شويه تاع لهنايا اختياري عندكم، يا اما بين الكبابه شويه او بين جوز الطيب اللي متواجده عندكم ديروا هكا رشه خفيفه برك. ونخلو ما نساوش ربع الكاس تاع زيت الزيتون نورمالمون كتباتو هنايا، راح نخلط كل شيء ونغطيه ونخليه يتشرب. فوالا انا نكمل لي زيبيس تاوعي.
صافي درنا هنايا الياورت الطبيعي. هذه كيفاش طيب كريمه؟ في المقله راح نديروا المقله، نحطوا الشحم تاعنا يطلق لنا الزيت تاعو كاع، نرفدوا الشحم تاعنا بعد ما يتقلب يا على النار عاليه، بعد راح نقول لهم لانه اذا خليتوا النار متوسطه ولا خفيفه راح يطيب ما يتشواش، ما يوليش شاورما، راح تولي لحم طايب. لازم النار دائما تكون قويه، سواء شاورما لحم او شاورما دجاج. فوالا هنا راح ندير كميه تاع الزيت تاعنا، راح تمد كذلك طراوه مع هذا الياورت الطبيعي وكاع، هكا نصيبوه واجد كي نجو نشوا الشاورما تاعنا تكون واجده. كاين كاين ايبيس او ريحه هنا، ريحه قويه، وشنو هو باش نحوس عليه؟ بتدخل هنايا الحب تاع القزبر. لا لا ماشي هذا، كاين ريحه تاع ايبيس اللي نحوس عليها مصباح. واقيلا والله ما نبع عليه. كي تحوس على ايبي هذا كبابة تمد بوها كابنين كيما جوز الطيب. هذا هذه باش نقرنفل شويه، تشبهها قرنفل على جوز الطيب، تمد بيك اكيد تحوسي عليها التم. تحوس عليها. يلا تحيه كبيره للمخرج لو حضر معنا اليوم ياسين بن عوده، كذلك كامل ليكيب اللي سهر على نجاح هذا البرنامج. شيفا اي معنا كوم دافيتود، اي شباب الاخضر اليوم. رضوان كذلك تحيه كبيره له. رضوان كسري مسؤول البلاطو، فيها الصوت ايمان وفاروق، تحيه كبيره لهم. ونسيمه ونائمه طبعا في مساعده الشيف، وفضيله في المكياج. فوالا هنا راح نغطوا الشاورما تاعنا، راح يكون هذا شكلها. قد ما تتشرب تتبيله راح تجينا بنينه. صافي يكون درت هنايا زوج مغارف تاع الخل، واثنين زوج مغارف كبار تاع ياورت طبيعي اللي يعطي الطراوه، نصف عصير ليمونه الى ما كاش كملوها خل، ملح فلفل اسود، شويه تاع زنجبيل، شويه تاع زوج طيب ولا الكبابه، والبصل ديروه اختياري. هنا درت انا شرائح خفاف ومن بعد راح نقلي الباقي. الى ما حبيتوش كي تسكرفلوا البصل ادوا الماء تاع البصل لهنايا، قيس نصف نيجل هكاك وخلوا كل شيء على بعضه. راح نغطيه ونروحوا للمبيدية. عجبتني لا ديكو هذه كريمه. ايه كريمه دارت لكم ديكو واعره. شاب الله يبارك. هذه هاك مليح تشبحيها في الكوزينه هكا كيما راهو. شتي تباعوا ماشي صح، فلفل ماشي صح. ماشي صح. هذا شنو كريمه؟ هذاك لفت. لفت مع راح نديروه الان فلفل حار. شتي هاي اللون هذا هو نورمالمون راح نديروا كاع انواع البيطراف. تاع البيطراف ايه. شاب الله يبارك. يلا كملوا في استقبال اتصالاتنا لنهار اليوم وقولوا الو مساء الخير. الو اكرام. مساء الخير واش راكي؟ نور صباح الحمد لله. وانتوما؟ ولا غير لاباس الحمد لله. شكون معنا؟ معكم ام اكرام من عطايا. نعم ام اكرام من عطايا. ايه ام اكرام اسم بنتك شحال شباب. كيما انتيا؟ الله يسلمك تعيش يا حبيبتي. صافا كي مليحه؟ الحمد لله. لاباس كاش بحر في عطايا هاي على بالي ما نبغي نعوم تما. ايه غير هو واحد مرحبا بك. ولا غير شوفي البحر بزاف نحبوا تما في عطايا بزاف شباب. لا مقي شباب تحسي روحك عمتي فهمتيني؟ يلا قولي لي ام اكرام كاش تحضيرات لعيد الاضحى المبارك؟ رانا نحضروا، انا مع التحضيرات. واش راكي مع؟ مع التحضير. انا مع التحضيرات، انا نهزو واش نديرو كاطو واش. ديري كاطو في العيد الكبير؟ شويه. واش ديري مثلا لي كاطو ساك؟ جبني القريوش تاع بشرى. يعني حابه نديرو. ان شاء الله ان شاء الله هي تخرج لك الوصفه رائعه. ان شاء الله. واش راهي شاف كريمه؟ هاي مع كريمه لاباس الحمد لله. نعمر في الماء. واش راكي اختي؟ لاباس الحمد لله. على الوصفات ديالك. الله يسلمك شكرا حبيبتي. كاش حبيتي وصفه كاش حاجه كي حبتها في هذا العيد ولا؟ ايه شويه وصفات هذو تاع الصيف هكا تاع البحر راكي تعرفي. ان شاء الله انا مبرمجين يعني ان شاء الله ان شاء الله بعد العيد انا وزملائي كاع يعني مام اللي شاف لي معنا راح ندير لكم وصفات خاصه بالصيف، سواء لي ساندويتش سواء المشروبات المثلجات ان شاء الله يا ربي، لانه دوكا برمجنا هذه الفتره للعيد فقط، بعدها ان شاء الله راح ننتجه اكيد للصيف ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يلا ابي كرام عندك اضافات كش ما عندك كي حابه تقولي لنا؟ هذا ما كان. يعطيكم الصحة، راكم بارك الله فيكم، راكم مكفيين وموفيين، راكم الله يبارك. ندوز لك إكرام حبيت تهضر معايا. جوزي هاني يلا. معاك إكرام، باي باي. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور. وش راكي؟ لاباس. الحمد لله. شحال في عمرك إكرام؟
11 سنة. الله يبارك الله يبارك. واش من سنة راكي؟ سنة أولى متوسط. الله يبارك. تما جبتي سيزيام؟ إيه. يا مبروك عليك، إن شاء الله العقوبة للباك والبي إم. إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله. تهلاي في روحك. راكي شابة. الله يسلمك. كيما أنتي يا شابة؟ أنا تاني أكثر حبيبتي، ربي يخليك تعيشي. أيا باي باي إكرام. باي باي. باي باي ما شيغي تعيشي. هنا راح نبداو بالمخلل اللي يدي مده قصيره كيما هذا درتو انا البارح، يعني غدوه نورمالمون صيبون تاع الفلفل سوا هكا سوا هكا، يعني سوا يقطعوه راح نقول لهم كيفاش وش يستعملوا معاه منكهات، ولا يديروه هكا حب راح نبقى ندولو ثقوب صغيره دوك نديروا واحده قدامهم. هنا راح يستعملوا الماء التخليل السريع. ماء التخليل السريع معناتها كاين اللي يدي مده، يعني هذا اللي درتو انايا في يومين اي طيب، معناتها 24 ساعة يعني بالكثير يومين يكون طيب. النوع الآخر اللي حنديروه 15 يوم يكون طيب. أوكي. يعني راح نستعملوا هذا أولا، راح يكون بالماء الساخن على بها يطيب ليه ليه في 24 ساعة، والآخر راح نديروه بالماء عادي وشنو يكون ماء معدني، يا إما ماء تاع قارورة يعني نستعملوه معدني، يا إما الماء اللي نكونوا غليناه لحق درجة الغلانمية ونخلوه يبرد باش نستعملوه، هكا باش نضمنوا المخلل تاعنا ينجح وما يخسرناش يعني. وراح نقول لكم من بعد كيفاش مدة الاحتفاظ به كي يطيب بعدها وقتاش نديروه في الثلاجة، هذا من بعد كي نكونوا نخدموا راح نعطيكم كاع المعلومات باش هكا تحتفظوا به من عام لعامين يقعد لكم، ما كي يعني تحافظوا عليه كي تجبدوه بالحبة وتكون النظافة ما ترجعوش نفس لافوخشات ولا يقعد لكم حتى لعامين ثلاثة. أنا كاين مخللات قاعدين لي يعني بلارات كبار. هنا راح نستعمل انا الحار اللي حنديروا الحاجه كما نقولوا حنايا المخلل اكسبريس، حنديروا الحاجه الغابيد الماء التخليل الغابيد، والانواع الاخرى اللي حنديرهم بكا المشكل. هنا المخلل حسب الموسم وحسب الخضار الموسميه اللي عندكم. انا سيت نجيب لكم انايا كما يقولوا انواع، لكن اكيد كاين حتى لوبيا ما شتو يخلوها يعني صح. وعندي انا وتجيب بنينه وكاع صافي. نتوما اللي يعشق هذه الانواع من المخلل اي خضر تقدروا يديروها مخلل، راح نعرض لكم برك كما يقولوا لا باز وانتم ديروا واش تحبوا. هنايا نختار انايا الحار اللي راح ندير له المخلل الاكسبريس يعني الغابيد. اكيد اهم شيء البلارات تاعكم تكون تعقمت، يعني شوفوا مازال يعني التعقيم كي نغليهم ولا تدخلوهم الا كانوا صغار في الميكرووند، ولا طريقه التعقيم لكم الاختيار دخلوهم في الميكرووند ولا مسخون يغلي ولا لكم الاختيار، لكن ضمنوا بلي معقمين هكا احسن. الميكرووند يدخلوهم فارغين بالماء؟ اي الا كانوا صغار دخليهم شليهم يا تحطيهم فارغين في الميكرووند. هنايا راح نستعمل انايا الصغار هذوما للفلفل، هذو راح نخليهم للمشكل. اي بلارات عندكم على بالي زعما كي تديروا كونتيتي ولا، المهم نقوهم وعقموهم وديروا شكو حابين. هنا كيما انا حنستعمل هذا الحار، راح نجيب موس. هنا الحار كنت نظفته بيا انايا، تحبوا على الشكل هذايا تقطعوا شرائح خشان فوالا بيه بالهذوما بهذ الزريعه تاعو تخلوا شويه باسكو تجي هايله، وفي وسطو اللي دايره سنينات تاعتهم مقطعين شرائح. تحبوا ديروه الا كان صغير كيما انا هنايا يطيح هكا حبيبات صغار ديروه بهذا الشكل. داك فوالا يعني انا راح ندير لكم بواحد بهذا الشكل، راح باك نديرو ثقوب صغيره شراء هك مع شيفه. داك نعطي له هكا كيما يقولوا فتحه صغيره فوالا كي بحيت لخص لك نبدا والله نصوفيني والله غير صح كلمه حق. هنايا نحيو لهم ندير لهم كاع شرائح. من الاحسن لهنايا كي تولوا تعمروا في البلارات تاعكم ما تخلوش كاع الفيد، يعني سيو ترصوا الحبات تاع الفلفل ولا تاع دوك نديروا، لازم ما تخلوش كاع الفيد في البلارات تاعكم، لانه من بعد راح هو يدير شويه ينقص حجمه على صافي تلقاو غير لما من تحت هو طلع هذاك اللي ديفون نشوفوها خاصه في الخضار الاخرى اللي نقطعوها. صافي انتم سيو دائما كي تبداو ديروا لهم فتحات كيما قلنا ونرصوا وحده قد وحده قدام. هنايا نرمي حبات تاع الثوم عشوائي، لكن هنايا اللي كنت قطعته كنت قطعتهم الثوم درتو شرائح، وشك ما ندير ايطاج ندير شرائح تاع الثوم كيما لهنا. لا لا راح نديرو عادي انايا. نحي لك هذه شيفه باش تقدر قولي لي كريمه وقتاش ريزولتا تاع البي ام؟
عندها 3 ايام 4 وتبان فكرتي يا خبيا مالك كريمه 3 ايام 4 الفاله كي تعرفي الفاله تخميش كاع مع الاوائل نتيا ان شاء الله تعيشي حبيبتي هما عندهم باساج والبي ام ياك عندهم في الزوج ان شاء الله لكن ان شاء الله نجاح يعني العام كومبلي ماذا بهم تشوفوا اسمهم ليست معدل مليح ان شاء الله واش قال لك خدم شويه قالك صافا الحمد لله علاه تسمعي شوفي البنات هو في العام يدي دو بون اه صافا الحمد لله اكيد عارفه لي غارسون شويه هبطوا لكن لا لا ماشي كيما البنات ماشي كيما البال والبنات يقراو خلوا الاولاد هادي لازم نعطوا طبيعه دوليه المطر يعني ما شاء الله ولاد بصح جينيرال البنات اكثر من لي غارسون سي فري يلا واش حاب يدير في الليسي سيونتيفيك ان شاء الله يلا نروحوا نستقبلوا اتصال اخر لنا اليوم ونقولوا الو مساء الخير الو مساء الخير مساء النور واش راكي راكي اكرام لاباس لاباس وانت يا حبيبتي والله لاباس حبيبتي الحمد لله كل عام كامل بخير الحمد لله لاباس شكون معنا فوزية من قسنطينة فوزية نعم واش راكي حبيبتي لاباس لاباس حبيبتي نتوما بخير كامل الحمد لله واش راه من قسنطينة والله لاباس حبيبتي يسال عليك الخير يسال عليكم الله يسلمك والله غير لاباس انا مع السخانه مع الصيف كي تعرفي ايه هذيك هي الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله كاش تحضيرات للعيد الكبير فوزية احنا ونشاك تعرفي احنا مع البيضة كي تعرفي مع القاطوات مع كي تعرفي الناس قسنطينة يحبوا يديروا القاطو يحبوا ناس بطبع الله يبارك الله يسلمك الحمد لله قولي لي واش كي توجدي قاطو فوزية انا ندير الكريوش في العيد الكبير هذا ما كان ندير الكريوش ندير المقروض لازم لا فيها العسل ماشي اللي فيهم العسل نعم قلت لك حاجه معسله بارابور للعيد حاجه معسله خفيفه صحتكم حبيبتي اليوم معنا شيف كريمه ككل اربعاء وخميس فتحبي تطلبي منها كاش وصفه كاش سؤال تحبي تهضري معها تفضلي الله يبارك مكفي مكفيين وموفيين كما يقولوا الله يسلمك واش راكي اختي كي مليحه لاباس يلا فوزية كي تسمعي فينا قطع الاتصال معليش هنايا كبيره ليها اكيد وكاع ناس الصيف سي صح قسنطينه انا ثاني قسنطينه هنايا قلت لكم درنا الفلفل تاعنا شوفوا حتى كي تقلبوا ما كاش ما يخرج معناتها سيو ضغطوا قد ما تقدروا انا درت باكسينات الثوم للحار لكن المخللات الاخرى عندي عده منكهات عندنا لهنايا حب قصبر او فلفل كحل حب رند فلفل هذا الاحمر على الخشين هذو كاع منكهات الثوم راح نستعمل هنا ملح الصخري ملح البحر الخشين وحندير الملح العادي هكا باش يكون عندهم لازم الشوا. يكون الملح ماشي شرط راح نستعمل واحد هاك واحد لكن من الاحسن معروف يتباع نورمال باكيت يتباع كذلك راح نستعمل انايا من بين يعطي اللون ومنكه البيطراف يعني هذو كاع تنكهوا بهم للحار فقط اكتفيت غير بالثوم لكن الاخرين راح نديروا لهم رند راح نديروا حب قصبر هذو كاع يمدوا وشباب المخلل تاعنا هنايا للمخلل اكسبريس راح نستعمل انتم تقدروا تضعفوا انا بيسك راني دايره حاجه قليله ضعفوا الكميه هنا راح نديروا ريتله تاع الماء بكاس خل ابيض كاس معمر خل ابيض راح نديروا معاه ثلث مغارف كبار تاع الملح راح نستعمل هذا الملح وملح الخشن راح نخليه للاخر هكا باش نعطيكم لو شوا يعني واش تستعملون نتوما صافي لكل ريتله تاع الماء راح نستعمل كاس تاع الخل الابيض وحنستعمل ثلاث مغارف كبار تاع الملح وراح نديرهم يغلوا حتى يلحقوا لدرجه الغليان وهو سخون راح نعمل البلارات تاعنا نقلبهم ونخليهم دو كوتي حتى يبردوا نعاود نقلبهم عادي ونخليهم في مكان بلاكا ولا مظلم من قوتكم 24 ساعه حتى ليومين يعني يكون واجد هذا بالنسبه للاكسبريس صافي راح نديرو يغلي انايا راح ندير ريتله تاع الماء ريتلا نورمالمون يبقى نص ريتلا كاملة هذا ريتلا ونص نخلي وراح ندير معاه خل ابيض انا شوازيت خل ابيض باش ما يبدلكمش اللون دي فان نخلوه شوفي يبان الشكل يعني احسن تاعو من الاحسن يكون خل ابيض يجي بخاط يجي نقي راح نستعملوا كاس تاع خل ابيض وراح نستعمل ثلاث مغارف كبار تاع الملح هذا بالنسبه للمخلل اكسبريس اللي يوجد لكم ليه ليه الاخر راح يختلف راح ندير ثلاث مغارف خلاص كي خلاص لازم كامل هنايا نديرو لهم لي ساندويتش اليوم اليوم صح نبيعو
راح نديرهم فوق النار حتى يلحق لنا درجه الغليان ونجي نعمر البلارات تاعنا. البلارات تاعكم هنا تاع الفلفل، بالنسبه للبلاره اللي درتهم قطع عادي عمروها للفم، اغلقوها بيان اقلبوها، لكن هذا استناو شويه لانه درنا فيه ثقوب. كي تعمروا راح يبدا الماء يدخل للداخل، كل ما يدخل للداخل راح ينقص الحجم، يعني صبروا عليه شويه زيدوا له كملوا له الكميه تاع الماء، لان هذوك الثقوب راح يدخل للداخل راح يخليه يتخلل بيان. بالنسبه كي ديروا حب هكا راح نديروا يغلي ونروحوا للنوع الثاني. طيب نروحوا للنوع الثاني كريمه، انا خليك برك توجدي لهم النوع الثاني وشنو هو المخلل، حتى الوصفات راح نشوفوهم طبعا ولا باقي الوصفات نشوفوهم بعد هذا الفصل القصير وبعد راجعين مشاهدينا الكرام. الأضحى المبارك اليوم صدفت انه الوصفات تكون ليل الأضحى والصيف ثاني، لانه حاجه واحده كما نقولوا شاورما كنتوا طلبتوها بزاف في التعليقات في الفيسبوك ولا البث المباشر على الفيسبوك ولا حتى في الاتصالات تاعكم، حتى الانواع تاع المخلل يعني وجدتهم لكم شيف كريمه بكل انواع بكل طرق، يعني الطريقه السهله والطريقه اللي تقدري تخليها تبات يومين ولا هكا يا اخي كريمه. كاين اكسبريس اللي تبات لهم قلنا من يومين نهار ليومين، يعني 24 ساعه يومين بالاكثر يكونوا واجدين، وكاين هذه الطريقه الثانيه اللي خلوها 15 يوم تكون هكاك وجدت وراح بعدها الفتح اكيد يحتفظوا فيها في الثلاجه. وكاين اللي يديروا بلارات صغار باش ما يفتحهمش كاع على ضربه، يخبوهم بعد في بلاكا وقت اللي يحبوا يتجبدوا، لانه سختو هذوما كي نقلبوهم بعد تحسيهم باللي كيما جيتو من الحانوت حتى ترتق باش ودوك كنت تفتحيها وتتجبدي منها تفسد، لازم في الثلاجه تجبدي في الفريجيدار. وشحال تقعد هكاك المده؟ تقعد سورتو لا جبتي بعفسانقيه اشاك فوا ولا دائما حاجه سبيسيال تجبديهم. كاين اللي يديروا في القرع تاع البلاستيك نورمال. كاين اللي يدير القرع تاع البلاستيك ماشي لهذا النوع تاع اللي فيه الماء سخون. القرع تاع بلاستيك كبار سورتو لا كان عندهم كميه تاع خضر حبوها كيما دوك نديروا الكروم ولا يديروا شوف لاغ ولا ثاني كيجي هايل يديروا الكبار تاع البلاستيك. وشنو ثاني كيغسلوهم بيان يعقموهم بيان ومن بعد يستعملوهم، وشنو يكون بالماء البارد الطريقه اللي حنديروها دوكا ماشي الطريقه تاع السخون، لان اكيد راح يصرى تاكسد وما توليش مليحه طبعا. هنا راح ندير انا الخيار، اخترت هذا النوع تاع الخيار، كاين انواع عم يتباعوا دوكا، هذايا اخترته لانه طري ومن بعد ما حنخلوه راح يقعد هكا الطري. دوك نجبد لكم انايا حبيبات اللي كنت خللتهم وفات عليهم 15 يوم. ثاني نفس الشيء راح ندير لهم زوج فتحات هكا، ولا كانوا صغار فتحه واحده راح نسقمهم ثاني كبيه عشان فوق قلبوا الوسمه تاعكم اللي راح نديروا فيها. اكيد كنا عقمناها بالطرق اللي قلت لكم، يا اما في ميكرووند يا اما في الفوغ يا اما بالماء السخون، تعمروا تغلقوهم هكا. لو كانت نصفوهم بالماء السخون مغلي راح يتعقموا 15 دقيقه ولا تعاودوا تفيديوهم. والخضر تاعنا كذلك كنا نقيناها وعقمناها. هنا المنكهات مع الخيار اختياري، راح ندير رند، راح ندير حبيبه تاع القصبر حب، وراح ندير شويه تاع الثوم. هنا واش تحبوا نتوما ديروا كمنكه. هذا بالنسبه للخيار. كاين نوع خيار ثاني درتو انايا البارح نوريه لكم، يجي على صفر هكا لكن يجي بزاف بنين. هذا درتو بالماء الساخن، كنت درتو البارح، كنت درت له حبيبه تاع القصبور شويه تاع الحار فوالا، كان مقلوب دوكا باش قلبتو، لكن هذا باش قدرتو في الليل. نوع من الخيار بزاف بنين هم يتباعوا انواع لا لا هو يجي هكا على اصفر. خيار كنت درتو البارح مع تاع الحار ويجي بنين هذايا، يجي ماشي مقشر هذا لا لا هو هكا تغسلي بك بيا وتحطيه ديغاكت ثقوب. هذا ثاني يجي بزاف هايل كنت درتو البارح، ويكون مقلوب كي كنت درتو البارح يعني ما سخون حتى تبرد البلارات تاعكم سي بون. هنا راح نديرو تاع الخيار تاعنا، الماء راهو يغلي باش نديرو اللي درناه فيه الحار. هذا تاع الخيار والمشكل اللي حنديرو هذوما راح نديروه بالبارد، الطريقة العادية اللي تشد يعني طيب بعد 15 يوم. هذه بالنسبة للخيار. هنا يلا. كيف كيف نرصوه بيان، ما تخلوش اسباس كاع ولا فيد. نعاود نذكر برك بالوصفة. يلا نحوسو على الوصفة مع بعض. كريمه يلا عندنا وصفه
شاورما باللحم، عندنا قطعه من اللحم تكون اختيار يعني كما قالت لكم الشيف كريمه، غنمي ولا بكري، القليل من الشحم لازم يكون باش تخرج لنا شاورما مليحه. زوج مغارف كبار تاع ياغورت ناتور ولا ياغورت طبيعي، عصير نصف ليمونه يعني لو جو تاع النص تاع حبه قارص، ربع كوب زيت، حبه بصل، ملعقه كبيره تاع خل، ملح وفلفل الكحل، نصف ملعقة صغيرة تاع زنجبيل، ونصف ملعقة صغيرة تاع جوز الطيب أو الكبابة أو الكبابة فوالا. وللتقديم تقدروا ديروا بصل، معدنوس، طوماطيش، المخلل اللي رانا نوجدوا فيه، لاصوص تاع الثوم، تومية. تومية كنا درنا وحدة، لكن حنا نديرهم وحدة غابيد غير بالمايونيز. تخي بيان. والياغورت الطبيعي وسنينة ثوم، لكن كنا درنا تومية يقدروا يروحوا يشوفوها في ال... يلا نكملوا نستقبلوا اتصالات أنا وشيف كريمة لنهار اليوم، نقولوا ألو مساء الخير. ألو مساء الخير، واش راكي؟ صافا الحمد لله، انتم ما شاء الله لاباس. وليش اسمع فيها مليح برك، زيدوا لنا شويه في الصوت اللي كيف، ولا طلعي لي شويه في صوتك حبيبتي. داكو الو بخير. قولي لي شكون معنا؟ مبليده. مانيش نسمع فيك. امينه مبليده. امينه مبليده. مبليده مرحبا بك ومرحبا بناس بليده. امينه الله يسلمك. دقيقه برك نقص التلفزيون شكوا. هيا صحيتي تفضلي. سي بون. كيفاش راكي صافا لاباس؟ لاباس. وانتي امينه كاش توجد للعيد؟ والله غير انا معاها نتوايا شويه لي زيبيس شويه. هاي طيبه. ربي معاكم ان شاء الله تعيدوا بصحه ولهنا. الله يسلمك ان شاء الله حبيبتي. اي معنا شيف كريمه اليوم، كش ما كي حابه تشوفي وصفه معاها ولا كي حابه تهضري معاها تفضلي. والله غير راكم وريتوا كلش ما شاء الله، ولا غير ما شاء الله عليكم. حبيت نثق في الشيف كريمه على لا غوسيت تاع ماشي لا غوسيت، بون انا ديما نطيب لي صابلي بصح ما يخرجوليش لاباط تاعهم ما تقعديش بيا. صابلي ما تخرجلهاش لاباط. لاباط ولا كي يطيبوا؟ نو بون كي نخدمها تخي بيان قاد صابلي نورمال. كي يطيبوا؟ بصح كي يطيبوا لا فورم تاعهم تبدل لي. ما تشدش اكيد ديري لهم خميره. لا ليفور. ندير نص باكي خميره. شوفي هي 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 الصابلي صابلي يعني المليح ما ديريلوش ما فيش خميره ولا فيه فريمون على راس المغرفه باش يقعد لك الشكل اللي كي محافظه عليه. وكذلك كي ما ندير راس المغرفه بصح لا فورم تاعهم توجور شغل تبدل لي وما يجونيش كيف كيف كيطيبوا. اي معناتها ما فيش يدوا الشكل المليح. وكذلك كي ديري اعطيهم يعني حقهم تاع ما يجيش يابسين بزاف تاع بالفارينه يعني تحت تم ما يجوش ما بزاف ما يعني ماشي حاكمين روحهم. ترديها غير بالمغرفه ومن بعد غير دير مع الزبده بزاف راح تسيح بدي يدير لك الشكل اللي هو يعني يا الخميره يا كميه الفارينه ماهيش مضبوطه على هذا هادو ما صورتو في الصابلي يجوا يتفتوا يجوك لا لا ما يدوش الشكل هو. باغ اكزومبل كي نديرو مدور ونديرو اللي فوقها فهمتها يعني وحده تجي هكا وما يحكملهاش الشكل جينيرالمون الخميره سي بوغ سا ما نديرهمش بزاف الخميره. الوغ نقدر ما نديرش كامل الخميره اكيد هذه انا ماشي مورفه ندير كاع فيهم الخميره مع احترامي يعني على بعض الوصفات لكن انا صابلي كاين اللي ما نديروش الخميره باش يحكم لي الشكل اللي هو ويجيني مليح وكذلك ما تاثرش بزاف يعني الخميره راح تجي في بعض الحلويات عندها دورها يعني بصح في الصابلي لا لا سورتو لا درتيه بيان تاع بالصفار البيض اكثر واللي نعرفهم لي زاسيوس تاع الصابلي باش تجينا بنين. ميرسي شيف كريمه. الله يسلمك حبيبتي. صحة امينه. اش ما عندك اضافات؟ زو عندي بزاف انا نحكي نحكمكم ومانيش عارفه كيف نحكمكم. هذه المرة الأولى؟ هذه المرة الأولى. إن شاء الله ما تكونش الأخيرة حبيبتي. وزيدي عيطينا في العيدة. إن شاء الله إذا قدرت نحكمكم ولا ما قدرتش نحكمكم كل عام. كاين اليوم الأول واليوم الثاني من الصباح حتى لليل. ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم بخير. الله يسلمك انتم ثاني كل عام وانتم بخير صحيتكم على خير. باي باي كل عام وانتم بخير. هنا النوع الثاني هذا ما اخر وصفات شيف كريمه قبل العيده. هذا اخر وما نقص باسكو ايامها حيطيحوا يتزامنوا مع ايام العيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله اليوم الاول والثاني ان شاء الله تعيدوا بالصحه ولهنا ان شاء الله حبيبتي انتم ثاني ان شاء الله حبيبتي. هنايا درت انايا تاع الكرم تاع الكرم اللي هنا سيء الضغط كذلك من بين اللي بزاف تقولوا بلي ماهوش فيهم بعد كي يتخلل يولي كامشة طالع للفوق ولتحت كاع الماء. هذا النوع منهم تاع تاع الكرم. صافي انتم كي تحطوا سيء دائما الضغط. هنا حبيت انا نديروا باللون الاحمر دوكا حنستعين بالبيطراف. هنا ديت حبيبات صغيره الا كانت عندكم حبه كبيره قسموها على اربعه وشنو كي تقسموهم ديروا لهم هكا ديروا لها شرائح هكا باش تخرج كاع اللون منها المليح
وديروا شويه في النص ديريها كومبلي كريمه اه باسكو صغيورين داكو هي ثاني كي تدخل الجبنين لا لا راح نحطوها بصح مخلات جبنينه سبحان الله ايه صح كاينين يحب هذا النوع تاع هنا راح ندير شرائحنا باش انايا يخرج كاع اللون المليح منها ونكمل ندير الكرم تاعنا انا مايضني تاع الباك برك مساكن يعيدوا قلبهم في الغسيل تاع وعلى هما الاخرين اللي يسمعوا النتيجه وهما لا اه تاع البيان قبل لا يخرجوا بايام بصح معليش هما يتهناوا ويخرجوا ايماجين معدم مش مليح روح ما تعيطش معاه ان شاء الله كامل يخدموا هي شوفي كي عفسه اللي تكون فيها الباساج ايتو صافا ما تخلعيش فيها كيما الباك صح الباك سوا تدي سوا ما تديش بصح ولا غير تتبنى حاجه مليحه انا شفتها في الريزولتا تاع الباك 2014 كنا قاعدين كانوا ليكيب ناسيونال لعبوا لا كوب دو موند في البرازيل كانوا جايين كانوا جايين وكان البوست تاعهم هنايا تما كاع كنا دايرين لا تيلي ونشوفوا نشوفوا ليكيب ناسيونال كيفاش دخلوا ايتو صعبك بلي في لا كوب دو موند تاع البرازيل داروا باركور شباب لحقوا الدور الثاني يعني لا بروميير فوا في التاريخ تاعهم كذلك كما قلنا لكم كما كنت نحكي لكم كانوا جايين نشوفوا في لا تيلي كونيكتيو هكا شي ما كانوش يمدوا لنا الدات اكزاكت معاه تاع اللي تقرا معايا بس قالت لي واش جبتيه قلت لها شنو هذا اللي جبتو يا اخي مازال دارت لي واحد الخلعه قالت لي كنا في رمضان قالت لي مخرجوا لي ريزولتا وكانت شوفي كانت تقعد معايا وتقرا معايا قالت لي انا ما جبتوش ديجا بسم الله مت بالخلعه على بالك ضربت على الفيسبوك لقيتهم صح يشوفوا ومن بعد زاد لي قرا معايا ثاني بعث لي واش جبتي يخدوا غير يبعثوا لك من الفوق يلحقوك نوتيفيكاسيون واش درت حكمت هذيك ما قلتهمش كامل الدار حكمت هذاك الكونفوكاسيون جبتها باش تشوفي جبت النيميرو تاع الباك والله العظيم دخلت بالتليفون كنا نشوفوا اه بالتليفون دخلت حطيته سنا اختي صغيره قلت لها اسمعي قلت لها معليش انا درتو انت شوفي لي صوفيا قلت لها انت شوفي لي شافت لي هكا ما قالت لي جبتي قلت لها برك قالت لي بلا غير جبتي على بالك واحد عافاك شغل انا اختي ما دايرش سسبانس جبتي ما جبتيش ما جبتيش خلاص عافاك كي قالت لي جبتيه واحد الخلعه شتي فرحه تاع الباك رحت رحت لماما ماما كانت في الكوزينه توجد الفطور تاع رمضان قلت لها ماما جبت الباك راه ما تلموس هذاك ما باينش كاع وين شتي فرحه الباك فيها عليك حنا نعرفوا غير والله العظيم بابا كان عنده واقيله يومين ملي جا تاني فرنسا كان برا يعاود يكتشف الاجواء حلوي الله والله عافاك شوفي فرحه الباك يعني انا نقول لهم كاع فرحه صار الباك وحده على باليش وحده والله العظيم ماشي عافاك شغل شوفي هي كيما نقولوا تنتقلي مرحله لمرحله باسكو تتبدل حاجه ما كاش منها تقعدي بازون كي تكوني في الليسي وكي تكوني في اليونيفرسيتي ماشي كيف صح هو يقول لك ايه وشنو جيبي الباك تقراي في اليونيفرسيتي على بالنا نقراو نورمال بصح في الحياه خليني ندوزها انا ثاني هذه حاجه من الحوايج اللي كيما نقولوا هذه المرحله كل ما تجوش عليها صح ما تقدرش تلحق بالك وينك حاب تلحق ولا وماشي عيب الواحد اللي ما يجيبش الباك درجه في واحد يعاود و إلا نسيست وهذه كاين عدة نجاحات لكن كي درتي على الباك صح عنده شعر الباك وحده هنايا أوغلا لحق لدرجة الغلاين حتى الغلا فوالا نحي هذو ما أنا شكرا لك سامحيني كريمة الجمهور اللي عندنا بالبارح اللي كان مساند الفريق الوطني الجزائري اللي كان لعب مباراة في ملعب عنابة مع المنتخب التونسي الشقيق لنوجه له تحية كبيرة هو كذلك فكانت مباراة رائعة وكان الجمهور أروع شفنا دي فيديو كي خرجوا ليكيب ناسيونال كانوا يسناو فيهم يعني فرحانين كانوا داروا لهم امبيونس رائعه في الملعب ولا خارج الملعب فتحيه كبيره لهم تحيه كبيره للمنتخب الجزائري الوطني ان شاء الله نجاحات واحد اخرين ان شاء الله نزيدو نفرحوا ثاني عباك ان شاء الله كوب دي موند كوب دافريك شفتي لا 2019 ولفونا ربح خلاص يحصلوا معنا ولا خسروا هو المشكل انه كي يخسروا كانه شوفي علاش قلت لكم او يغلي وكي قلت لكم اعطوه فرصه راه يدخل كاع الماء لداخل شاد الفقاعات معناتها يدخل في الفتحات دوك ينقص الماء زيد نكمل عليه هذا الماء اللي قلنا للمخلل اكسبريس يعني السريع اللي يطيب لكم في نهار يومين كنا درنا فيه ريتلا تاع الماء كاس تاع الخل كاس تاع الخل ودرنا ثلاث مغارف كبار تاع الملح خلينا حتى لحق لدرجه الغليان ونحطوه فوق المخلل تاعنا هنايا انايا برك كي درت هذا الحار يعني بطوله هكا راح نخلي شويه ونزيد له انا باسكو راهو يدخل لداخل كما كنت تشوفوا هذه الفقاعات راهو يدخل دوكا حتى نزيد له شويه تاع الماء نغلق عليه وسي بون نروح
مازال الوقت ياك؟ انا اربع مازلنا 25 مينوت هكاك يا خي. هذيك هي فوالا. انا راح نغلق عليه في ميتا تقشاني لا قالي سخون او سخون برك دي بابي في طرف ميديا كي ترتق علينا ترتق علينا ترتق شوفي ترتق علينا بلا شفتي شوفها كتبعنا ترتق ما تكتبها هكا معليش غير تنطق وجهنا لا لا بعد اكرام ام العيد والله حكم في العيد بعد يلا استقبلوا اتصال اخر لنا اليوم وقولوا الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راكي؟ لاباس غايه الحمد لله. الحمد ربي الحمد لله. شكون معنا؟ الاخت حليمه من وهران. تحيه كبيره لناس وهران. ما تقدروش تصوروا شحال نحب وهران شحال نحب ناس وهران. يسلمك ربي يخليك الله يحفظك. والله العظيم عندنا ضيفتين كذلك جاوا يشوفونا اليوم من وهران فنوجه لهم تحيه كبيره. يسلمك. صافا واش راي وهران؟ واش راي ناسها؟ لا غايه الحمد ربي في الساعه الحمد لله. اجواء صيفيه راهي. لا ما شاء الله ما شاء الله. اه يا تخيب يا الحمد لله. قولي لي برك شكون معنا فكريني. اخت حليمه. حليمه 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 كاش توجد للعيد؟ لا ربي يكتب ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله شويه أنا شويه ندور انا ربي يكتب لنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. قولي لي حليمه كاش وصفه كي حابه تشوفيها معنا في الاعداد المقبله؟ هلا يا بغيت القري واش راهم داروا الحمد لله يا ربي. اه يا تخيب فهمتيه بيان ولا نعاودوا لك الوصفه؟ لا ما شاء الله فهمتها غايه الغايه. انا نبغي القري واش المقروم. عندك المقادير؟ واه عندي المقادير ونجم نعاود نشوفها كاع في ال اه يا تخيب شتي يعني كي تاع وهران دير لهم بيستون عاود لهم بالله تعاودوهم انا نقص الله ولا غير نعاود لكم المشاهدين. نبغوكم والله نبغوكم. الله يسلمك تعيش يا حبيبتي ربي يخليك ان شاء الله ربي يخليك. نحبوا ثاني اخت سوميه وبشرى تحيه كبيره لها ناديه يسلمك وناديه وكاع سلمي عليهم. الله يسلمك حبيبتي. معك كريمه تحبي تكلمي معاها؟ الو انا حبيبتي واش راكي لاباس؟ لاباس غايه الحمد لله الحمد ربي الحمد لله. جبتكم لاباس راكم الله يبارك مقصيين موفين الله يبارك. الله يسلمك حبيبتي ربي يحفظك والله ما راكم خالينا حتى وسيرتو غير لاشا تاع الشلوح والله ما نبدلوها ربي يحفظك. صافي بليزير والله الحمد لله يسلمك ربي يخليك ربي يحفظك. شكرا تعيشي حليمه حبيبتي وصفتنا لنا اليوم وصفه صيفيه تما تبعيهم باش تجربيهم ان شاء الله. داكور حليمه. الو الو قلت لك تبعي الوصفات لنا اليوم باش تجربيهم لانهم وصفات رائعه كذلك. لا ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك الله يبارك الله يسلمك. عندك اضافات حليمه؟ لا الحمد لله يا ربي والله ما عجزت على الكلام. عندي ولدي مسكين معوق راهي يوجه لكم التحيه. ربي يشفي ان شاء الله. امين. كان باغي يتكلم معكم وهو من يتكلم عنده واحد الفرحه مانيش عارفه نشوفه اللي يتكلم. معليش حبيبتي تفضلي تفضلي. هضر معاهم هاك تقول. الو الو مساء الخير. مساء النور شلون دايرين؟ لاباس وانت؟ الحمد لله الحمد لله. واش راهي وهران؟ هواي مجال حالة وقريب البحر ولا بديتوا تعوموا؟ مازال مازال انا كامل مازال انا كاع كيف كيف. ها؟ انا كي نجوا لوهران نجوا نشوفوكم داكوغ؟ داكوغ ان شاء الله تعيش تهلا في روحك. باي باي على خير. هنا اني درت هذاك الشحم تاعنا يطلقنا شويه البنه دوك نرفدو باش ندير الشاورما تاعنا. هنا بالنسبه للمشكل تاع المخلل راح ندير انا قطع كيما هنا تاع الجزر يحبوه يعني نحبوه نحبو تاع الجزر ديفا. حطيت معاه هنايا تاع خيار وحنطير شويه تاع الفجل ولا تاع اللفت. اللفت واش متواجد عندكم بكا متواجد يعني ويتباع؟ وشنو كيما قطعوه؟ ايه وشنو قطعوه على الخشين هكا باش تضمنوا بلي حبيبات كاع يطيبوا كيف كيف ما يجيش مهري هكا شويه. كي تقطعوهم تقطعوهم خشان. انا استعملت هذه الاله فقط كديكو. كاين هذا النوع كاين هذا النوع تقطعوا به المخللات تاعكم باش يتمد لكم شكل شباب كي تستعملوه كي ديروا مخلل كيما لهنايا كي ديروا مشكل بليتو في اشكال بزاف. هذا عنده شحال هنايا الماء. نروحوا للطريقه الثانيه تاع الماء. نقص بك النار. انا في مطعم شيف كريمه هنا نرفد الشحم تاعنا. قلت لهم انا في مطعم شيف كريمه. انا حنحي شتي مطعم انا حنحي هذا الشحم. انا ندي غير الفايده يعني شنو نحب هذوما تاع كروني في دالماني. شتي كيفاش كان عندنا طباسه هكا في دالماني حاله. يلا نعاود لهم شويه وصفات المخلل.
انا حبيت الشاورما نديرها تقله ندور بحوقت ونجو نستعملوا الماء الثاني تاع المخلل اللي يجي على البارد لانه سهل. طبعا مخلل الخيار كان فيه حبات خيار صغيره فصين تاع ثوم قصبر حب ورق الرند اختياري البلارات المعقمه كما ورات لكم الشيف كريمه كيفاش تعقموهم كذلك خمس اكواب تاع ماء معدني خمسه ملاعق هذا اللي حنديرو دوك ثاني ملح خشن او ملح البحر او ملح صخري ملعقه كبيره تاع السكر نصف كوب خل ابيض هذا بالنسبه للمخلل اللي رايحين نشوفوه هنا كملاحظه برك نقول لهم برك كي تخلوه مده اكثر راح تشوفوا باللي اللحم تاعكم ما تلق الماء تلق شويه يعني الماء مع هذاك الزيت اللي درناه هاد بريفيرونس ما تردلوش هذاك الماء يعني صفوه هنا ما تلقناش بزاف ما قعدش بزاف سيدوا غير اللحم باش هكا يشوي لكم يتشوى بيان يعني صفوه من الماء هذاك اللي درناه هذه بالنسبه للشاورما خايفه برك طشطشنا ولو انه لازم على نار عاليه بالكاسك كريمه شوفي العيد او قريب خليني نكمل العيد هما يسيو يصفوا يلا الشاورما هذه بدك نقدروا نقدموها مع المخللات هذوما في الخبز او جابت لنا الخبز كريمه العيش نديروها في العيش صافي يكفينا الوقت خبز احنا نقولوا له خبز سوري ولا خبز لبناني خبز سوري كاين صح لبناني على سوري على خلوا دائما على نار عاليه بقى ريحه العيد الكبير يا كريمة اول مره حنستفاد من النار عاليه داك روحوا للماء تاعنا تاع المخلل الثاني اول شيء كنت حنقول لهم المخلل دائما يكونوا يديكم بيان نظاف نحن نغسلهم نعاود نغسلهم دقيقه يلا نشوفوا على الشاشه نشاهدوا في شاورما تاعنا اللي كنا شفنا كامل الوصفه تاعها وطريقتها مع الشيف كريمه دوك نعاودوا ندوروا المخلل تاعنا فوالا الوصفه الثانيه راح يكون فيها راح نستعمل الكوب دوكا راح نديروا خمسه ماء يكون قلنا ماء معدني هنايا الماء يكون يا اما تكونوا غليتوه خليتوه يبرد يا اما استعملوا تاع القارورات تاع خمس روات لهذاك باش تضمنوا بلي الخل تاعكم يجيكم ملاح هنا راح ندير لكل خمسه خمس كواب راح ندير لكم بطريقه سهله كاع راح ندير لها خمس مغارف تاع ملح الخشن ما عندكمش الخشن استعملوا العادي راح نستعملوا اثنين ثم دوبلوا الكميه اللي كان عندكم بلارات كبار خمسه نفس الكاس راح نديروا نص وخل هنا المقبله درت خل كاس كومبلي لانه التخليل يكون سريع لكن هذا راح يطيب على مهله يعني يدي لكم حتى قلت لكم 15 يوم يطيب بعقله هذايا راح نديروا نص كاس تاع الخل في هذوك الخمسه خمسه تاع الماء وكل كاس راح ندير له مغرفه تاع ملح تحبوا الخشن اللي قلت لكم عليه مقبله تحبوا العادي وراح نستعملوا فيه عكس الاخر راح نستعملوا مغرفه كبيره تاع السكر السكر راح تحافظ لكم على التقرميشه هذيك يعني السكر انا بو موا لازم نيسيسير في هذه الوصفه يمد لكم كيما دوك نوري لكم بعض المخللات كي ديروهم ماشي طريين برك عنده هذيك كيما يقولوا حنا كيفاش يقولوا كي يقرشوا هكا ما عرفتش نعبر لهم شتي كي دوك نجيب انا حبه يلا نورمالمون راه القرمشه تحافظ لكم على القرمشه معناتها دوك نفتح انا هذه ولا سمعي الصوت هذاك سمعي الصوت تاع المخلل ماشي طري يعني السكر هذاك هو الغول تاعو الدور تاع السكر انه راح يحافظ لك على القرشه هذيك ما يديرهولكش ما يخليهولكش هكا طري شغل تقرميشه هذيك ما يقولش طري ولا مهري ولا مهري كاع كيما يقولوا نديروا هذيك المغرفه تاع السكر يقعد هكاك صافي درنا خمسه مغرفه كبيره درنا خمسه تاع الماء بنص كاس زعما خمسه تاع الماء خمس كيسان تاع الماء او مقادير ديروا نتوما بالمقدار نستعملوا نص كاس تاع الخل مغرفه تاع السكر وخمس مغارف تاع الملح نحركهم بيان ونحطهم كذلك يتغلقوا باحكام ويقعدوا في بلاكار ولا جهه مظلمه حتى 15 يوم هكا يكونوا جاهزين يتبدل اللون تاعهم دوك نوري لكم اللون اي فوالا هادو شحال يقعدوا قلت لك هاي 5 ايام هادو 15 يوم 15 يوم هادو 15 يوم اه
نزيد لهم شويه. نزيد لهم ما هو هادو 15 مليون. هكا كيقعد لهم السكر لازم يزيد لهم شويه، باش ما يديروش من الفوق هكذا. باش ما يديروش دوك من بعد نحركوا حنايا. تخي بيان. ايه رزقنا كاع اليوم هنا اليوم رانا بيسين. شوفوا انتم ضافوا الكميه وغلقوها باحكام ونقلبوها ثاني. هذه ما كان لها غير كي درنا الملح. اه غير كي راح نغلقوها ويقعدوا في جهه مظلمه، يقعدوا لهنايا نورمالمون تعمروا الفم. على بالي قلت لكم دوبليو، انا كي الوقت برك درت خمس من جد كيسان ديريكت. انتم ديروا دوبليو كل خمسه نص خل، معناتها ديروا 10 كيسان كاس كومبلي تاع الخل، زيدوا الملح في عوض ما ديروا خمسه ديروا 10 مغارف، السكر ديروا زوج مغارف، حركوا الخليط بيان وعمروا البلارات تاعكم. انا درت هذوما شويه كبار، غلقوهم حتى عمرهم حتى الفم وغلقوهم باحكام في بلاصه مظلمه 15 يوم، طلوا عليهم تلقاوهم نورمالمون واجدين. فوالا تخي بيان. مسحوا الماء تاعنا. خصنا نعطي لك بابشي من هنا. درناها بيسين سي بون. قلت لك انا نعومو. نفس الشيء راح نديروه لهذايا، هذا لو كان درناه دركا تنتم راح تشوفوا اللون تاعو يبدا اللون تاعو على الاحمر، لانه البطراف تنتم غير نديروا له الماء راح يتفاعل يمد لكم اللون الغوز هذايا، وقد ما يقعد يزيد لا كولور تتفونسا تجي بزاف شابه. هذو بالنسبه للمخللات تاعنا، راح نشوفوا الشوارع تاعنا. عندي هكا 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 عندي الصحة. قلبي فيها. يلا استقبلوا اتصال آخر لنا اليوم وقولوا ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. ألو أني نسمع فيك. واه مساء الخير. كراكي كراكي غاية لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. شكون معنا من وهران باينة؟ واه نورة من وهران. الله يسلمك نورة. صافا لاباس راكي مليحة؟ لاباس الحمد لله. وانتوما ولا غير لاباس الحمد لله. نعم قلت لك هذه فرحانة في قدرتكم. والله غير حنا أسعد حبيبتي. تعيشي كراكم شاف نادية شاف كريمة ولا غير لاباس شاف بشرى. لا غير لاباس. مسلمين كامل عليك نورا. بتسلمك ربي يخليك. وانتوما كيفاش ناس وهران لاباس؟ لاباس الحمد لله. كاش بحار كاش خرجات كاش؟ ها شويه شويه. يا بالعقل برك معليش. يلا نورا كاش تحضيرات لعيد الاضحى المبارك؟ والله غير هي غير هي. يا واش راكي تحضري احكي لنا بالك ندوم من عندك شويه. انا شويه قاطو هاكي عطا. واش طيبوا قاطو في العيد الكبير نتوما؟ نديرو طون والكحك. واش ديرو؟ طون والكحك. قاطو تاع الطابع كيما تقولوا له. طابع يا تخيبيا. تعجبني لاكسون تاعكم هايله. الله يبارك. شكرا ربي يخليك. تعيش يا حبيبتي. ديروا تسمى لي قاطو ساك. واه سي بيان تري بيان. بالنسبه للوصفه تاع نهار اليوم، بالنسبه لوصفه الشاورما الى غير ذلك، هي وصفه تاع الصيف. دونك لما ما فهمتيش كش حاجه مع كريمه راني نشوف فيها. والله اللي يعطيها الصحه ربي يخليها ويخلي لها وليداتها. الله يفرحها ببنيتها ان شاء الله. الله يسلمك حبيبتي. واش راكي صافا كي مليحه؟ لاباس الحمد لله. الله يفرحك ببنتك ان شاء الله. الله يسلمك. تعيشي حبيبتي. واش راكم نتوما كيفاش كاش اجواء تاع العيد؟ شويه شويه كي عارفه. طابع تاعكم يجي بزاف بنين. واه حنا ندير نقول لها طورنو نقول لها السكر من فوق. ايه ايه على بالي عندهم عندكم طابع بنين خاص يعني. كل منطقه عندهم كاين اللي يديروا له كلاصاج من الفوق، كاين اللي يديروا له هذاك السكر من الفوق. بصح واه صح. يعطيك الصحه ان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا، هذا اهم شيء. صحيتكم في مكان ان شاء الله. شكرا. ما عندك اضافات نورا؟ لا صحيت ربي يخليك. عندكم كاش واحد يجوز الباك في لا فامي؟ لا لا ما عندناش عندنا البيام. يا تخي بيام انا ما بقاش تفرحوا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي نورا. يعطيك صحة على اتصالك. الله يسلمك. صحيتي ربي يخليك. الله يسلمك. تعيشي بقى على خير. سمينا على نص وهران. بالسلامة. صحيتي. تعيشي حبيبتي. يلا نروحوا للشاورما. كيفاش راهي؟ الشاورما يا على النار عالية. راح نخليها تدي لون. انا اللي ما يحبش هذا الشرائح البصل قلت لهم ما يقدروا ما يديروش. دوك يدخل معاها داخل الشاورما ياسين باينه. انا شحم هذاك الشيء ديتو غير باش تلقنا بك على بالي ما تحبيش.
صح كاين اللي ما يحبش وكاين اللي العكس كاين اللي العكس كاين اللي يحب ال يلا كملنا مع كيفاش ديري مالا في العيد واش كلش كامل شحال نقيوه حنا نقيوه انا غدي اختي صغيره ما تاكلش كامل ني لحم ني دوار ني بوزلف ني والو من الكبش مالا ما من الكبده ما تاكلهاش مالا وشنو والله العظيم تاكل اللحم في الشوا نهار نديرو باربيكيو وخلاص هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كان ماما كمالا مسكينه هي اللي تاكل ماما تاكل الله يبارك مالا هي على الاقل شنو اختي صغيره ما تاكل والو 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 في العيد نشيو لها الاسكالوب المرقاز كاين هكا دايما يقول لك شريت لهم على جنب ماهمش كريمه تقول لك خلطتوها مع الاخرين تقول الريحه الريحه ريحه تقهر دوكا لفت نديرو في هذاك من بعد انا باش نكمل نديرو مشكل ها هي روحي منا باش يشوفوك واش راكي ديري يا ياسين ها انا برك انا نعمرهم ماهمش معمرين بيان نورمالمون نزيد لهم معدني نفس الكمية يعني هنا الحر تاعنا بدا يبرد شتي وكا كي يبرد كاع نقلبو انايا تقدري تجبديه من هنايا معليش فوالا هنا كنت درت هذوما الخضروات حبيت ندير انا مشكل دوك نزيد معاهم اللفت تما كاع ديريهم في بلاره واحده هنايا بك خفت يدي نتفكوا فيها شويه شويه مشكل جينا ثاني شباب كي ايه مشكل سي فغي الاسم المهم الاسم نفهمه الاسم مليح باركي لي برك الشاورما تاعي ما تقديش قولي لي برك خليني انا نجي كاين بطري واحد الاعمال قولي لي بهادي باش نحرك اي تماك لا اي هيك حرك بهادي معليش فوالا هاد الخضروات كيف كيف راح نديرها في بلاره كي نكها بسناتهم ولا رمز كيما درنا من قبيله ندير لها كيف كيف تحبوا باش طيب لكم تمتم ديروا الطريقه الاولى تاع المحلول الملحي الاولاني اللي كنا درناه اكسبريس ولا ديروا الطريقه الثانيه اللي درنا هذه اللي تشد 15 يوم وكذلك تلقاه واجد هذا بالنسبه للانواع المخلل تاع اليوم هيا تخي بيان دونك هادو هما فيما يخص المشكل تاعنا لنهار اليوم يلا نعاودو لهم برك الوصفات الوصفات بالنسبه لوصفه شاورما اللحم ففيها قطعه من اللحم اختياري يكون غنمي ولا بقري شويه تاع شحم بيان سور لازم يكون باش تجيكم شاورما ناجحه زوج مغارف كبار تاع ياغورت طبيعي ولا ناتشورال انفان ياغورت ناتور عصير نصف ليمونه يعني جو تاع نصف حبه قارص ربع كوب تاع الزيت حبه بصل ملعقه كبيره تاع الخل ملح وفلفل الكحل نصف ملعقه صغيره تاع زنجبيل نصف ملعقه صغيره تاع جوز الطيب ولا الكبابه وللتقديم بيان سور تقدروا ديروا لها بصل معدنوس طماطم المخلل اللي راه نوجدوا فيه التوميه او صوص اختياري التوميه جوستومون راح ندير انايا اللي رانا دايرين التوميه نورمالمون وصفه مفصله وتجي بزاف بنينه مع وقتها يعني خدموها وديروها في بلاره حطوها في الفريجيدار تشد لكم سمانه كاع سورتو الطريقه اللي درناها اللي كانت بالنشا باسكو في العيد الحين تحتاجوها ان شاء الله لهنا راح ندير لكم وحده انا خفيفه راح نديرها هنا مع الشاورما الياغورت الطبيعي اللي بقى لي لهنا قسم غرفه ولا اثنين زدت لهم مايونيز راح ندير لهم شويه تاع الملح تحبوا تنكهوهم بشويه سنه ثوم اللي ما يحبش الثوم ما كان له وندير لها شويه تاع القارص وتكون جاهزه يعني تكون غاطي ذهبيه خلاص دوك نديرو بها لي ساندويتش عندك اضافه كريمه تفضلي على هذه برك يلا استقبلوا الاتصال استقبلوا كريمه هذه الخطره الاتصال هاي الو الو مساء النور واش راكم؟ مساء النور اكرام واش راكي بنتي كاك مليحه؟ اي معك عايش كريمه ومعك اكرام واش راكي لاباس راكي مليحه؟ الحمد لله انت مليحه ولا الحمد لله حبيبتي شاف ناديه شاف كاع بخير ولا غير لاباس كاع مسلمين عليك شكون معنا؟ شكون مليح راكم منورين الشاشه بنورك حبيبتي شكون معنا برك تعيش تعيشوا والله غير نحبكم عارفه كل يوم نحب نعيط لكم انا ملي عيطت لكم من العطله اللي تاع الصيف اللي فاتت الله يبارك شكون معنا فكريني انا ام زينو من سيدي راه تبي لي تي بازا ام زينو
ام زينو. الله يبارك ملا اليوم عيطونا تيبازا وهرا غير اللي نروحوا نعوموا عندهم. ام زينو لاباس كي مليحه؟ والله غير الحمد لله الحمد لله. وانت كي مليحه؟ لاباس حبيبتي ربي يخليك. والله غير الله يبارك ما شاء الله نبغيك كي بنتي انت وسوميه. الله يسلمكم تعيش ربي يخليك. حنا اكثر حبيبتي تعيش. انا متفردين معاكم كل يوم نشوفوكم. ها يا الحمد لله يا ربي صافي بليزير شرف لينا انكم تبعونا والله العظيم. يسلمك رانا وافيين للبرنامج وشروق رانا نتبعوها من الاول ثاني. ربي يخليك وحنا نكون ماشيين انتوما ما نلحقوش لهذا الشيء اللي نلحقوه. يسلمك والله راكم منورين الشاشه الله يبارك. الله يسلمك حبيبتي. قولي لي فارس هاي مليحه. هاي معاكم فارس. اهلا حبيبتي واش راكي لاباس الحمد لله وانتوما؟ مليحه وليداتكم كاع بخير. سؤال عليكم والله غير الحمد لله نعم الحمد لله وانتم اكم لا الحمد لله الحمد لله يعطيك الصحه. الله يسلمك لا شكرا على واجب الله يسلمك تعيشي راكم موفين ويعطيك الصحه في ذوك اليديدات. ربي يحفظك شكرا جزيلا ربي يحفظك ان شاء الله. والله يعطيكم الصحه. تعيشي كاش توجد للعيد ام زينو؟ كاش تحضيرات للعيد؟ رانا انا محطور انا مع النيتواياج ومع الكاطو بنتي دير انا نتفرج فيكم وبنتي دير كلش. هيا الحمد لله ربي يخليها لك ان شاء الله. اي سلمك تعيشي حبيبتي تعيشي ربي يخليك. كاش وصفه كي حابه تشوفيها معنا في العدد المقبله ام زينو؟ لا لا والله غير بنتي راهي تجي ديروها تجربها. يلا كي معايا ام زينو؟ لا لا راكم فينا وكفي يعطيكم الصحه. الحمد لله يا ربي شكرا لك ام زينو يعطيك الصحه على اتصالك. سلمي على سوميه على شاف ناديه كاع سلمي نقول ام زينو من سيدي راشد دايما سلمي عليكم. هايا خلاص نقولها لهم المباشر وزيدوا كي يجوا زيد نقولها لهم ما كاش كاع مشكل. تعيش حبيبتي ربي يخليك تهلا في روحك صحه عيدك. هاي جابت لنا المحل راح نديروا هذا اللي كانوا وجدوا شويه راح نديروا دي ساندويتش منهم. وراه الخبز هاي راح نجيبوا شوف كيفاش يجي اللون تاعو بزاف شباب. شوفي كيفاش يجي شوفي الخيار ثاني انا قلت لك يقعد تشوفي يقرش كما يقولوا حنا الغضاضه تاعو فوالا. هنا هذا 15 يوم هذا اللي درته 15 يوم داكو اوكي. يلا نروحوا راح نجيبوا نديروا دو ساندويتش كيف كيف نمسح باك لهنايا. كانت عندنا ورقه هنا والله ما على باليش. يلا نبداو في لي ساندويتش تاعنا قبل ما كي وجدت الشاورما سي بون نورمالمون وجدت هذاك البصل شرائح كنت قليته شويه اختياري اللي يحب. ديروا الصوص تاعنا ديروا دو بريفيرونس صوص التوميه اللي درناها لكن هذه غابيد كنت في درتها ياغورت طبيعي اللي بقى زدت له مغارف تاع المايونيز زدت له شويه تاع الملح وزدت شويه تاع بليتو تاع تاع القارص او الخل كاني عدلت لها باك الطعم. فوالا اليوم لي ساندويتش واجدين. هنا راح نديروا اللحم تاعنا ولونه دار شويه اللون اخذ لون زياده. واحد واحد تاع تاع ياسين نديروا له بلا المخللات قال لك بلا مخللات ان شاء الله عنده مشكل في المعدة. حصة كاع محلل باش تقولي مشكل مشكل في المعدة حرام عليك. ياسين علاش علاش حصة على المخلل قال لك مال فيها إيسر قال لك الخيار خضر ياكله. خضر كاينة مازال ما تخللش كاع. خلاص هاوليك الخيار ولا غرقات صح بالك برك اسمع دقيقة راح ندير هذا ما اللي تاع المخلل واقيلا كاع ما ياكلوش مخلل. لا لا ياكلوا ياكلوا اللي كيبقى تاكلوا مخلل يا أخي. شوية شرائح بصل. شات جاهي. نص. المهم البصل هذا جاهي معاها. شتي. على بالي ما نديرش مخلل الاخرين. معليش هادو ديرهم بالمخلل دوك نخرجوا فاصل نديروا له ساندويتش تاع ياسين. هيا اوكي. باش يشوفوا برك المشاهدين. كاين اللي يحب كثر كاين اللي يحب مخلل كاين اللي يحبوا لي طوماط معاهم سلاد. هنا بعدها رايحين نجوزوهم في المقلة تاعنا مقلة تكون سخونة نبانينيهم ابان باش يجي مليح. اللي عندهم لاباغ يديروها داخل نو لاباغ في المقلة في مقيلة هكا سورتو داو شوية من هذا الزيت واش حطوا فيه داكو. شوية برك تجي مبانيك بنينة. هذوما تاع المخلل اليوم واش درنا به. يلا عندنا برك اهداء صغير بن عزوز فاطمة تهنئ زوجة ابنها زكريا
رزيقة بوعيسى لحصولها على شهادة الماستر بيوتكنولوجي ومام بيوتكنولوجي هكا فيجيتال بجامعة محمد بوضيف في المسيلة. سي بون ساندويتش تاعنا نورمالمون على نديروهم هكا حبوا يخرجوناش تانيليوهم كاين مشكلة هذا تاع يخرجوا بزاف صح كاين المشكل فوالا هذه هي كانت الوصفة تاعنا تاع القارص يا كريمة والله شتي زبيلة يلا كانت هذه وصفتنا نهار اليوم عندك إضافة كريمة والله والو أنا حنقول لهم برك المخلل تاعهم قلت والله والو يا عادي تاع المخلل تاعهم بعد شوفوا قبل ما تستعملوه ديروه في بلاكار نورمال اصلا باش يطيب لكم مليح خلوه في بلاصه مظلمه يعني بلاكار وقعد لكم عادي في بلاصه مظلمه في كوزينه ولا لكن بعد ما تفتحوه وتستعملوه الاحسن يقعد في الثلاجه هذه وحده استعمالوا انك اشاك فوا تجبدوا منه تكون حاجه نقيه اكيد باش تحافظوا عليه اطول مده ممكن حتى اذا كان في الثلاجه الى برا وكان عندكم كيما هكا بلارات صغار يعني يقعدوا في البلاكار قد ما يقعدوا نورمال يعني ما تمشيش تحطهم في فريجيدار ما يفوت 15 يوم ويكونوا طابو لكن بعد الفتح يعني تقدروا تجبدوا غير بالوحده بعد ما تفتحوهم ثم كي تبداو ديروهم في الفريجيدار فوالا يلا كانت هذه الاضافه لنا اليوم قبل ما نروحوا على فاصل برك عندنا اهداء يلا عطوني الفلون برك ندير الاهداء اهداء من عند رضوان بالخيري للاخت تاعو وزوجها علي سحنون رزقهم ربي بمولود سمعتوا على بركه الله احمد جواد هاك رضوان مبروك عليكم وان شاء الله يتربى في اسكم والعقوبه اللي مازالوا ان شاء الله كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم مشاهدينا الكرام وصفه خاصه بعيد الاضحى المبارك باش تقدروا تستعملوا اللحم تاع الخروف تاعكم وكذا بالنسبه للمخللات نسحقوهم في العيد الكبير نظرا للحمص بكليكون الزيت الى غير ذلك فطرق رائعه وسهله وكذا وصفات تلقاوهم في العيد الكبير ومام طون هي وصفات صيفيه بما انه اليوم دخلنا رسميا لموسم الصيف لسنه 2023 وتمتم دخل شوف سبحان الله الصيف راح وجا فان شاء الله يكون خير علينا ان شاء الله نسمعوا كو دي بون نوفيل راح نشوفوا طبعا اطباق كريمه الرائعه شكرا حبيبتي في برنامج الو شيف بعد هذا الفاصل القصير ان شاء الله رجعنا لكم من جديد ودائما في ختام برنامج الو شيف تلقوا في مائده تقديم كل الوصفات الرائعه اللي قدمتهم لنا شيف كريم يقول الله يعطيك الصحه الله يسلمك اليوم خضار مخللات هايلين ان شاء الله يبارك استفادوا من ان شاء الله يا رب يعني طريقه التخليل اللي حبوها خاصه نصيحه يعني عنده عده فوائد سواء الصحة للهضم فاتح للشهية للعظام يعني ما يدخلوا الجوجل يسيبوا بزاف فيه فوائد يعني ننصحهم يجربوا يديروا يلا كانوا هذو وصفتنا شاورما ساندويتش تاع الشاورما واجد وري لهم برك داخل كيفاه كنا ما درنالوش ما بانيناش حتى وشابين هذو بلح في الديكور كاين ما وقين ديهم ديكوري بهم ديكوري مكب لي غير هذيك الكلمه تاعو طلع لي خلاص خليهم طيبهم ان شاء الله يلا شكرا لكريمه الله يسلمك شكرا كامل المشاهدين تاعنا اللي تابعونا من بدايه البرنامج حتى الان نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من كامل الوصفات طبعا شيف كريمه حتلاقى معكم في العيد وبعد العيد ان شاء الله بوصفتها الرائعه فكونوا في الموعد غدوه ان شاء الله غدوه نسيت بلي غدوه بكي غدوه الجمعه يلا